علماء فلك وفيزياء، الأرض تدور حول نفسها بأسرع مما ينبغي، وطول الأيام يتناقص. أكد علماء فلك وفيزياء أن الأرض تدور حول نفسها بشكل أسرع، وأنها سجلت مؤخرا أقصر يوم لها على الإطلاق. ففي 29 من يونيو لهذا العام، قامت الأرض بدورة كاملة واحدة حول نفسها بمعدل أقل بنحو 1.59 ملي ثانية من متوسط طول اليوم البالغ 86400 ثانية أو 24 ساعة، وفي حين أن تراجع طول اليوم بمقدار 1.59 ملي ثانية قد لا يبدو كثيرا إلى أنه جزء من اتجاه أكبر ومثير للقلق. تشير تلك الأحداث إلى أن عام 2020 شهد أكبر عدد من الأيام القصيرة منذ أن بدأ العلماء في استخدام الساعات الذرية لأخذ القياسات اليومية. في الستينات بدأ العلماء في ملاحظة هذا الأمر لأول مرة في عام 2016. ويقول نيونيد عالم الفلك والذي يعمل في جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية إنه منذ عام 2016 بدأت الأرض في التسارع بوتيرة أكبر مما كان عليه الأمر في عام 2020 و2021 بحسب ما قال لشبكة CBS News.